ونستمع أولا إلى كلمة الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني، فليتفضل مشكورا. أن نعترف بإسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن آمن به ومن والاه. السادة، بل السيد ضيف شرف مؤتمر موريتانيا مع فلسطين القائد المجاهد أسامة حمدان، أهلا بكم وسهلا، وبالوفد الكريم المرافق أهلا بكم على ربوع وطنكم الثاني موريتانيا التي تفخر اليوم بحضوركم وتبتهج بمقدمكم أنتم ومن يرافقكم من هذا الوفد الكريم، فأهلا وسهلا مرة أخرى ومرحبا بكم. نعبر عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بموقف حكومتنا وشعبنا الذي طالما كان موقفا مشرفا من القضية الفلسطينية بكل أبعادها. إن وقوف موريتانيا بجانب الحق الفلسطيني ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته للاحتلال الصهيوني لهو وسام شرف لنا جميعا، ويشرفنا اليوم أن نشهد هذا الحضور الرسمي والشعبي دعما لها في هذا المؤتمر، وتأكيدا على عمق التضامن الموريتاني مع فلسطين والتزام الشعب الموريتاني الدائم نحو هذه القضية المقدسة. كما نثمن عاليا تنظيم هذا المؤتمر من قبل رابطة صحفي موريتانيا من أجل الأقصى تحت هذا الشعار الأخاذ موريتانيا مع فلسطين. أيها الإخوة الإعلاميون، إن جهودكم النبيلة هي امتداد لمسيرة نضالية مشرفة تسعون فيها لتجسيد صوت الحق، ولتكون المنبر الذي يسمع العالم تضحيات الشعب الفلسطيني والأمة وصموده البطولي. وباسم الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني نتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا، وندعوكم لمواصلة هذه الرسالة السامية في مساندة قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، عبر صوت الإعلام الذي يبقى السلاح الأكثر تأثيرا في وجه العدوان. أيها الحضور الكريم، نجدد اليوم باسم الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني العهد والدعم الصادق لمثل هذه المبادرات النبيلة. نقف صفاً واحداً في دعم هذه التظاهرة ومثيلاتها والأنشطة المناصرة للقضية الفلسطينية، فيما نواصل في كل حراك يبعث الأمل ويعزز روح القضية وحضورها. ومنذ 7 أكتوبر 2023 كان الشعب الموريتاني في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية، فكانت حصيلة الجهود مئات المسيرات التضامنية وعشرات المهرجانات والوقفات والندوات التي عبر من خلالها الشعب الموريتاني في العاصمة نواكشوط وفي مدن الداخل وقراه عن دعمه ووقوفه
ومساندته للقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. إن جهود الرباط الوطني لم تتوقف عند حدود، بل امتدت إلى قلب غزة، حيث تم تنفيذ مئات التدخلات الميدانية لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد قدم الرباط الوطني من أجل نصرة الشعب الفلسطيني مشاريع حيوية لدعم أهلنا في غزة، بدءا من إقامة الخيم لإيواء النازحين وتوزيع الطرود الصحية والغذائية وسلال الخضار، وصولا إلى تأمين الطحين والخبز والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مبادرات إفطار الصائم وكسوة العيد وغيرها من المشاريع الخيرية التي تستجيب لأشد احتياجات الشعب الفلسطيني إلحاحا في ظل الظروف القاسية. وفي هذا السياق نؤكد مرة أخرى أن الرباط سيظل حاضرا بكل طاقاته، داعما لكل جهد يرفع صوت فلسطين عاليا ويقف في صف المقاومة، متمسكا بقيمه وثوابته التي تكرس نضاله المستمر من أجل حرية القدس والأقصى. وفي الختام نحييكم ونتمنى لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.